انت 2005 ما كنتش موجود، اعتقد ان انت ما خدتش بطولة على ارض مصر، يعني البطولة اللي خدناها خدناها بره خدناها بره صح، يعني. مش على انا 4 افريقيا خمسة ما الاول كنتش. بس. كابتن طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره والجهاز الفني واللاعبين، طبعا يستحق. يمكن وده طبيعي جدا، ممكن يكون اقل حاجه نتكلم فيها الفنيات النهارده. صحيح عندك انجازات كبيره قوي، ارقام قياسيه كبيره جدا جدا نقدر نتكلم فيها، لكن ما مش عايزين نختزل البطوله كلها يا كابتن اسلام طبعا، في مباراه نهائيه، وخصوصا انت حققت اللقب، وده الهدف الاكبر يعني. ولا حد هيفتكر الكلام ده وغير خلاص. كده يا كابتن اسلام كمان مع احترامي الكامل، انت حققت المطلوب ايا ايوه كان صحيح، الاداء. على رايك. وتاني حاجه معلش، انت حتى لما تحسب ال 90 دقيقه او 180 دقيقه انت المجمل كنت افضل، حتى لو ما فيش اهداف كتيره او ال 180 دقيقه خلصوا ب 1-0، بس انت حققت الهدف المطلوب. صحيح ومع ذلك بص الارقام القياسيه كبيره جدا، 22 مباراه بدون خساره، تقريبا يمكن مصطفى شوبير 8 او 9 كلين شيت متتالي، كل دي ارقام غير طبيعيه. تتكلم في البطوله ال 12، تتكلم في البطوله الثانيه على التوالي، كل دي ارقام تخلينا تكلم في ان التواني مازيمبي ونادي الزمالك فرق كبير جدا. بخمس بطولات. طبعا فرق كبير جدا حتى في اقرب صحيح منافسين ليك في البطوله او في الالقاب يعني. فكل دي انجازات كبيره جدا، فمش هنسيب كل الارقام والحاجات الكبيره قوي دي ونيجي نتكلم في اداء مباراه. ومع ذلك يقول لك اصل الجون دخل، اصل رامي يعني وهو بيعمل مش عارف ايه، فهو ده اللي انا دخلها ما في خدتش نفسه بالي. تاني. لا طبعا يعني ده يعني لا يقلل ابدا من الانجاز الكبير، طبعا الانجاز التاريخ كبير، وتاريخ كبير لمصر كلها، ما نقدرش نقول النادي الاهلي بس. حقيقي فدي كلها حاجات ساعدنا جدا جدا جدا. لما تيجي حتى نتكلم في المباراه كابتن اسلام، انت بشكل عام كنت انت الافضل يعني، حتى مع احترامي الكامل للاستحواذ اللي عمله الترجي في الفترات البسيطه، من وجهه نظري هو استحواذ كابتن سلبي. حشيش قال صح، قال لك استحواذ خلفي. استحواذ سلبي يعني، ولا ليه اي خلفي علاقه يعني، يعني حتى هو الراجل ما مش كانش اي حاجه، عنده. ما تستحوذ ان شاء الله بعد بكره طب وانت ورا المباراه في ملعبك. في الرادس انت كنت افضل، لو هي بالطريقه دي احنا استحوذنا. انت كنت مستحوذ وكنت صح افضل. فبالعكس انا شايف ان الهدف الاكبر اتحقق، البطوله حقيقي. بتحطك في مكانتك الطبيعيه، ويعني ده الثقه اللي الحمد لله بقت موجوده عند كل جمهور النادي الاهلي. انا بقى عايز اتكلم